شارك وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري في الاجتماع 52 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، حيث ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات ومن أهمها مخطط الربط البري بالسكك الحديدية ومقترح بإنشاء أكاديمية عربية للنقل البري، وكذلك متابعة مشروع الربط البحري بين الدول العربية. بمشاركة وزراء النقل أعضاء المكتب التنفيذي في كل من الجزائر والسعودية والسودان وسلطنة عمان وقطر ومصر، شاركت دولة الكويت متمثلة بمعالي وزير المواصلات وزير دولة الكويت لشؤون البلدية عيسى الكندري باجتماع لمكتب التنفيذي لوزراء النقل العرب في دورتها 52. ونشكر الجامعة العربية لتنظيمها إلى المؤتمر الأول للنقل البحري، وأهم أساسيات اللي هم الحين فيها اللي هو ترابط بين الدول العربية كلها لرفع اقتصاد الدول العربية وإيجاد فرص عمل للبطالة. هذا وناقش معاليه عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن أهمها مخطط الربط البري بالسكك الحديدية ومقترح بإنشاء أكاديمية عربية للنقل البري والمسودة النهائية للمشروع اتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، ومتابعة مشروع الربط البحري بين الدول العربية باستخدام خطوط ملاحية ووضعية العمالة البحرية على متن السفن. هذا المؤتمر الحقيقة يحظى بأهمية كبيرة جدا. أولا هو هذا المنتدى الأول لهذا الموضوع، وثانيا النقل البحري مهم جدا، والتجارة البحرية والسفن والنقل البحري هو عمود التجارة الدولية. أكثر من 90% من الصادرات والواردات تتم من خلال السفن. على هامشه أزيح الستار عن أكبر تجمع بحري عربي، منتدى البحري العربي 2014، الذي يعقد تحت رعاية جامعة الدول العربية، ليعد الحدث البحري العربي الأكبر ونقطة الانطلاق الحقيقية لأخذ خطوات تنفيذية ولأول مرة للمضي قدما في مشروعات البحرية العربية.